تحت رعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، والذي افتتحه سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بحضور مشاركين من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى أساتذة وخبراء إعلاميين من داخل وخارج مملكة البحرين. وأوضح رئيس الأمن العام أن مكافحة المخدرات في مجتمعاتنا إحدى أولويات العمل الأمني والمجتمعي، والذي يأتي في إطار استراتيجي شامل يجمع ما بين كافة جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة المخاطر والأضرار المتنامية لمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استخدامها. وأشار إلى أثار وتداعيات مشكلة المخدرات على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، حيث لم ينجو منها أي من المجتمعات المعاصرة، مشيرا إلى أن التطور الهائل في مجال الاتصالات والمواصلات انعكس على تطور قدرات عصابات الإجرام المنظم وأساليب تهريبها وترويجها وتعاطيها، ما يشكل تحديا متعاظما أمام أجهزة المكافحة والجهات المعنية بالتصدي لهذه المشكلة. وأضاف أن إساءة استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يدعونا إلى التفكير مليا في تفعيل الدور المجتمعي والأسري لدعم هذه الجهود، سعيا إلى تحقيق شراكة مجتمعية حقيقية تضمن النجاح الفعلي لجهود التصدي لهذه المشكلة ومحاصرتها والتقليل من أضرارها. وبين أن هذا المؤتمر يأتي نتاجا لتوصيات المؤتمر الأول الذي عقد بمملكة البحرين العام الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كما يمثل تعبيرا عن توجه مملكة البحرين الثابت نحو مشاركة المجتمع الدولي في حربه ضد المخدرات. وأكد أن مؤتمر هذا العام يكتسب أهمية خاصة لما يتضمنه من موضوعات ومحاور حيوية وهامة تتناول الجوانب المختلفة للشراكة المجتمعية وحتميتها، وما تواجهه من تحديات ومعوقات، وما تصبو إليه من غايات نبيلة تسعى إلى حماية المجتمع والنشء من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي ومسيرة التنمية. وفي هذا الإطار أشار رئيس الأمن العام إلى التجربة الرائدة لمملكة البحرين في هذا الميدان، والتي تجلت في تفضل معالي وزير الداخلية بتدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في يونيو 2015 ميلادية. ثم تطرق رئيس الأمن العام إلى برنامج معا الذي دشن بالبحرين في سنة 2011 ميلادية لحشد طاقات الشباب وتعزيز القدرة لديهم لتجنب العنف والإدمان في المدارس، وأنه بات اليوم أحد أهم آليات التصدي لخطر المخدرات وحماية مستقبل الشباب الناشئ من العنف والإدمان من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية. هذا ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات وأوراق العمل، ومن بينها واقع مشكلة المخدرات في البحرين وجهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع دول مجلس التعاون وبرامج الشراكة المجتمعية للتصدي للمخدرات والبرامج العلاجية وسبل التأهيل ومخاطر تعاطي المخدرات وآثارها على المجتمع. يأتي مؤتمر شراكة مجتمعية لمكافحة المخدرات، والذي بدأت فعالياته برعاية معالي وزير الداخلية، ليمثل حلقة إضافية في منظومة التوعية وانعكاسا للشراكة المجتمعية التي تشكل أساسا في العمل الأمني الهادف إلى مكافحة المخدرات. طبعا المؤتمر هذا قام على توجيهات من سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة لإقامة المؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، حيث أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على رجال الأمن. الهدف توعية أول شيء المجتمع ككل، من أسرة، من كتاب، من جميع شرائح المجتمع. تم طرح عديد من الأوراق اليوم
وزارة الداخلية طرحت ورقة تناولت فيها مفهوم الشراكة المجتمعية كتطبيق مارست وزارة الداخلية على مدى السنوات السابقة منذ أن أطلق سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله فكر واستراتيجي جديد في مفهوم الشراكة المجتمعية في عام 2005 أطلق شرطة المجتمع وتطور إلى برنامج معا إلى الوصول إلى الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني. كل هذه الجهود تأتي في إطار الشراكة المجتمعية كنهج اتخذته وزارة الداخلية. جدول أعمال المؤتمر حافل بالموضوعات وأوراق العمل في عدد من المجالات ذات الصلة، منها واقع مشكلة المخدرات في البحرين وجهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع دول مجلس التعاون وبرامج الشراكة المجتمعية للتصدي للمخدرات والبرامج العلاجية لمتعاطي المخدرات وسبل التأهيل ومخاطر تعاطي المخدرات وأثارها على المجتمع ودور المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات. في الحقيقة الشراكة المجتمعية هي تعتبر من أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية مكافحة المخدرات. طبعا مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر استعرضنا في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة عن الجهد الوقائي المبذول في مكافحة المخدرات باعتباره طبعا من أهم المحاور الرئيسية في يعني تبني أي خطة استراتيجية لمكافحة المخدرات. اليوم أصبحت تجارة المخدرات تستهدف دول المنطقة بشكل كامل، وبالتالي فإن يعني اهتمامنا بالشراكة المجتمعية من خلال تعزيز قوة الأسرة وتعزيز قوة المجتمع في حماية نفسه وفي توعية نفسه وتفقي نفسه من 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 آفة المخدرات هي الأساس الرئيسي في عملية مكافحة المخدرات. لا يمكن مكافحة المخدرات دون ذراع مجتمعي، فبالتالي مثل هذا الملتقى عندما يأتي ويستوعب كل التجارب الخليجية في منصة مثل هذه المنصة نتشارك فيها مع أبنائنا وأخواننا رجال الداخلية المعنيين بتخفيض العرض ونعزز الدور الذي نتطلع إليه لتخفيض الطلب، فبالتالي هذه من ضمن الأشياء اللي هي تسجل حقيقة المؤتمر. الكلمة الافتتاحية عكست هذا الوضوح في الرؤية أو يعني وضوح الرؤية واستهداف أن يكون هناك فرقا لصالح عمل مجتمعي أكثر تكاتفا مع رجال الداخلية لاستيعاب ظاهرة المخدرات. لو نجحنا في كل ما نعمله ننقذ حياة واحدة لكفت، لأن الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلو كان خلاصة كل هالخبرات أن نحمي شخص، فبالتالي احنا نستشعر خير كثير، فما بالك عندما يكون هناك اشخاص وتكون هناك مؤسسات وهناك شرائح مجتمعيه يجب التعامل معها بانسانيه لحمايتها من افه المخدرات. المؤتمر البحرين الثاني للمشاركه المجتمعيه في مكافحه المخدرات، وهي في الحقيقه فرصه جيده جدا تمنح للوفود المشاركه من الدول العربيه ودول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة مع خبرائنا ومع خبراء الأمم المتحدة والتبادل الرؤى والتجارب في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها على المستوى الإقليمي، فأنه من خلال المقاربة والاستراتيجية الشاملة فقط يمكن السيطرة على تحديات المخدرات، خاصة وأنها قد ازدادت هذه الأيام نتيجة للظروف المحيطة بالمنطقة العربية وبها من نزاعات وصراعات أدت إلى ازدياد استهداف المنطقة من عصابات التجار غير المشروع في المواد المخدرة، وبالتالي وقوع أشخاص أكثر في براثن الإدمان والارتهان على المخدرات. إن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتفا وتواصلا بين كافة الفعاليات للتصدي والتعامل المهني مع خطر المخدرات، والذي يتجاوز الجوانب الاجتماعية إلى أبعاد صحية واقتصادية.